آخر مرة نحن حكينا أنت كنت بكوباني، فحبيت أسألك وينك حلا، وين صرت؟ هلا صرت بتركيا بمدينة سروج بمنطقة علي كور، في هون مخيم للاجئين لأهل كوباني. أنا متواجد فيه صار لي حوالي 4 أيام. وشو كانت ظروف انت لما طلعت من كوباني؟ الظروف إنه آخر فترة اشتد القصف على المدينة، صار تيجي قذائف على مركز المدينة، فصعب إنه الإقامة بالجوات المدينة. التجأت على المنطقة الحدودية، الشريط الحدودي، محل تواجد اللاجئين اللي كانوا واقفين على الشريط الحدودي، وهنيك كمان تأزمت الوضع وصار في خطورة هنيك، فاضطريت أطلع على تركيا. وشو الوضع هلا عند الحدود؟ وشو الأخبار انتو عم تسمعوها من جوات كوباني؟ الوضع على الحدود هلا فيه حوالي 7000 لاجئ للساعة على الشريط الحدودي بين تركيا وكوباني. الوضع جوا تأزم، صار في خطورة على المدنيين، اضطروا إلى إخلاء المدينة بالكامل من المدنيين. هلا المدينة خالية من المدنيين، المدينة فيها بس العسكريين، لأنه اشتد القصف على المدينة بعد ما صار في ضغط على تنظيم داعش من قبل القوات الكردية، صار فيها هجمات عليهم، فلجوا هن لقصف المدينة بالمدفعية، والمدفعية هي بعيدة المدى. القصف العشوائي خلى تخلى المدينة من المدنيين. شو توقعاتك هلا؟ وممكن يعني شو الأمل الباقي عندكم يعني؟ توقعات يعني كان أملنا بضربات التحالف إنه تغير موازين القوى على الأرض وتغير الاتجاهات اللي كان داعش عم يمشي عليها ويتقدم بشكل مو طبيعي، بس للأسف انقلبت على العكس. داعش صار يتقدم أكثر على المدينة، وهلق تقريبا من امبارح بلش حرب الشوارع بجوات المدينة. طبعا حرب الشوارع راح يؤدي إلى دمار المدينة بشكل كامل، فالضربات الجوية لازم تستهدف المواقع والرد العسكري اللي عم يتجه تجاه المدينة من كافة المحاور. يعني كوباني محاصرة من 4 محاور. توقعاتنا إن شاء الله يعني الضربات الجوية يعني تجيب هدفها، يعني لحد الآن ما جابت هدفها، بالعكس هي أزمت الوضع بشكل مو طبيعي. يعني نحن نتمنى إنه هالضربات تجيب هدفها تراجع شوي شوي ويرجع الأهالي للمدينة. اوكي.